يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. تحت شعار 60 سنة دراما هينطلق مهرجان الدراما، مهرجان القاهرة للدراما في العالمين في نسخته الثانية، المهرجان اللي بيؤكد أن مصر سباقة دايما ومصر دائما متفوقة في هذا المجال، وكانت من أوائل الدول في المنطقة اللي اتكلمت بالفعل وبالفعل عملت دراما حقيقية ودراما هادفة منذ 60 سنة، عايشة لحد هذه الأيام ومكملة كمان للأجيال اللي جاية. أول عمل درامي عملناه كان اسمه هارب من الأيام، وده بيؤكد زي ما قلت لحضراتكم السبق اللي كانت مصر بتقوم بيه أو كان موجود في مصر لفترة من الفترات في مجال الدراما. إحنا دايماً على مدار السنوات عندنا أعمال درامية كتيرة جداً، كل سنة تقريباً كان بيطلع عمل أو عملين من الأعمال الدرامية اللي كانت بتعلم مع الجمهور وكانت بتفضل عايشة، وكل ما كانت تتعاد ونتفرج عليها في القنوات كنا دايماً بنقعد نستنى هذه الأعمال. جالنا فترة كده من الفترات ويمكن ما كناش أفضل حاجة في الدراما، لكن الحمد لله خلال الفترة اللي فاتت فإحنا رجعنا ورجعنا بقوة. سؤالنا بيقول بمناسبة انطلاق مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العالمين، إيه أكتر مسلسل السنة دي متوقع أنه يكسب جوائز، خصوصا أن الجوائز ودي من الحاجات المهمة جدا هتكون بتصويت الجمهور يا بسنت؟ حقيقة عجبني قوي شاذلي اللي انت قلته، انه حقيقة احنا كنا طول عمرنا متقدمين ومتفوقين في حتة الانتاج الدرامي والعمل الدرامي اللي بيعيش سنين وسنين، بدليل ان احنا كان عندنا او عندنا العديد من المسلسلات الدرامية اللي عايشة لغاية النهاردة. ايا إن كان انت من جيل ايه، انت اتفرجت على ليالي الحلمية، ايا إن كان انت من جيل ايه، انت عارف مسلسل زي رأفت الهجان، فانت عندك انتاج كان ضخم جدا جدا وكان مواضيع وهدفة وليها رسائل. في وقت من الأوقات ابتدى ده يقل جدا، ابتدينا ما نشوفش النوع ده، ابتدينا نشوف رسائل خليني أقول ملهاش يعني أو مش رسائل، مسلسلات ملهاش رسالة، ملهاش لا تناسب ذوقنا حتى، ما تناسبش فعلا الذوق. كنا بنشوف حتى الألفاظ، السجاير الكتير. النهاردة الشركة المتحدة رجعت بقى لينا الذوق المصري الأصيل. النهاردة أنت كعيلة دخلك إيه في بيتك ده بقى تحت رقابة، بقى معمول عليه كده فريم، أنت مش أي حاجة تدخلك بيتك، مش أي حاجة تقعد تتفرج عليها أنت وولادك. العنف اللي كنا بنشوفه، الألفاظ اللي يمكن كانت بتدخل لنا البيوت، كل ده اتمنع تماما. الرسائل المهمة اللي بقت بتتحط في الأعمال الدرامية وحط تحت رسائل 100,000 خط. شفنا عمل زي عمل تحت الوصاية مثلا، بطولة الفنانة الكبيرة منى زكي ونجوم كتير جدا شاركوها في هذا العمل، بيناقش مسألة الوصاية والولاية على الأولاد بعد موت الزوج. وابتدينا حتى نشوف ان حتى الحكومه المصريه والدوله المصريه بتهتم بهذه الاعمال. شفنا مناقشه القضيه دي في الحوار الوطني ومخرجات اللي خلصت او خرجت من الحوار الوطني، وقد ايه الموضوع دلوقتي بيهتم بيه العديد من المسؤولين في الدوله المصريه، موضوع الوصايا والولايه والعديد طبعا من المواضيع الهامه جدا اللي كانت بتطرح في السنوات القليلة الماضية. وزي ما قلت حط تحت كلمة الرقابة على اللي بتخلك في بيتك، فبقينا النهاردة نشوف فوق كده سن كذا، سن 13، سن 18. انت حتى الأعمال الوطنية اللي بتوصلك الرسائل اللي حصلت في السنين اللي فاتت، وفي الحقيقة أعمال ضخمة وإنتاج ضخم. أنا في الحقيقة مبسوطة كمان بفكرة ال 15 حلقة اللي بقينا بنشوفها يا شاذلي، إنه عدم التطويل طبعا في المسلسلات وفي الرسائل اللي بتوصل لنا خلال المسلسلات اللي احنا بنشوفها، وإنه مش بس بقى مقتصر على رمضان، بقينا نشوف بره رمضان أعمال تانية كتير، مسلسلات كتير صحيح. خارج الموسم وتدخل منافسة كمان، يعني كان زمان معروف إن المنافسة منافسة في رمضان بس حقيقي. وكان قليل قوي لو كنا شفنا عمل خارج الموسم الرمضاني، لا بقينا بنشوف اعمال كتيره خارج الموسم الرمضاني، ومش فقط موجوده كمان بالنسبه للشاشات، موجوده كمان على المنصات. بس انت كنت بتتكلم في نقطه جميله وهي التطويل اللي كان بيحصل في بعض المسلسلات، الحمد لله ما بقاش موجود. الرساله كاتب هذا العمل لما بيشوف ان الرساله هتصل في 15 حلقه فبيلم الاحداث قدر الامكان عشان يوصل رسالته، ما يكونش فيه تطويل في الاحداث زي ما كنا بنشوف قبل كده. الجميل في الموضوع احنا بنتكلم عن المهرجان انه بتصويت الجمهور مهما كان العمل، طبعا بكل تأكيد رأي النقاد
مهم جدا ويحترم في الكتابة، في الأداء، في الكادرات، في التصوير، في الكاميرات المستخدمة، كل ده في ربط الأحداث، كل ده طبعا مهم، لكن يبقى المسلسل اللي ما وصلش للجمهور خارج المنافسة. طول ما المسلسل ما وصلش للجمهور فبالنسبة لنا لم يحقق نجاح. لازم يوصل رسالته والجمهور يتعلق بيه. عشان كده المهرجان في هذه النسخة قال إنه النجاح، نجاح المسلسلات، نجاح النجوم الممثلين زي ما حضراتكم شايفين من خلال الشاشة، هيكون من خلال تصويت الجمهور. اللي طبعا التصويت على 8 جوائز، بالنسبة طبعا للجوائز هيكون في أفضل مسلسل، هيكون في أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثل دور تاني، وكذلك برضو بالنسبة للممثلات أفضل ممثلة دور أول وممثلة دور تاني، أفضل وجه صاعد، أفضل مخرج، بجانب طبعا تكريم شخصيات كتير أثرت في تاريخ السينما أو الدراما عفوا المصرية. وهيتم توزيع الجوائز كمان على أفضل مؤلف وتصوير وديكور وموسيقى تصويرية وتتر ومونتاج، يعني كل من أبدع خلال الموسم الرمضاني اللي فات هيتم تكريمه. عايزين بقى نتكلم أنا وبسنت كده نشوف توقعاتنا، وطبعا احنا في انتظار تعليقاتكم بكل تأكيد على سؤال الحلقة ومشاركتكم كمان في التصويت على بالنسبة للمسلسلات أو بالنسبة حتى للنجوم. بسنت تتوقعي مثلا بالنسبة للممثلين دور أول مين ممكن مثلا ياخد الجائزة بتصويت الجمهور؟ طيب أنا عجبني قوي قوي ممثل دور أول، لو هنتكلم عن راجل مثلا عجبني دور ياسر جلال، أنا أسفة، في علاقة مشروعة، لأنه دور جديد عليه شوية، حاسة أنه هو بقاله فترة ما عملش الدور ده، فأنا عجبني قوي، خرج برا جلده، ف كمان تمثيله لا يعلى عليه كده كده وما لهوش كلام يعني. ولو هنتكلم عن ممثلة دور أول، أنا عجبني قوي كمان منى زكي، قدرت توصل لناس كتيرة قوي. أنت طيب بقى. أنا بالنسبة لي ممثل دور أول آسر ياسين، ممثلة حنان مطاوع. حنان مطاوع ناس كتيرة قوي اتكلمت عن أدائها كمان السنة دي. طيب بالنسبة للمسلسلات، جعفر العمدة. وأنت؟ تحت الوصاية أو الصفار. السفارة كان حلوة، السفارة دمه خفيف، كوميديا الموقف، وشازين بتحب انت الحاجات الكوميدي ايه؟ بتحب الحاجات جدا، حاجة لذيذة دمها خفيف، مش معتمدة على الإفيهات بتاعت السوشيال ميديا اللي كنا دايما بنشتكي منها، لا كوميديا موقف قدامك انت بتشوفي موقف لذيذ دمه خفيف، فبصراحة أتوقع يعني حاجة من الاتنين دول. بالنسبة للممثلين دور تاني مين تتوقع؟ حبيت قوي دور إيمان العاصي، لأن دايما ويسرى اللوزي الاثنين دول كانوا دايما بيطلعوا الممثلات يعني خفاف قوي، كيوت، فاهم قصدي، لطاف، لكن السنة دي قدرنا نشوفهم في دور مختلف عنهم، وتاني غيروا جلدهم وده كان حلو قوي، ولقى عليهم يعني. أعتقد محمد سامي طلع برضو من إيمان العاصي الدور الشرير شوية، حتى تعبير وشها كانت مختلفة تماما، عجبتني قوي. يسرى اللوزي نفس الفكرة، كانت دايما الطيبة، قدرنا نشوفها بشكل شرير في مسلسل جميلة. انت مين؟ انا بالنسبة لي كممثل احمد فهيم او رشدي الشام، وبالنسبة للممثلات ريم مصطفى. لسه برضو عايزين نفكر الناس برضو ان الموقع احنا موجود دلوقتي على الشاشة، بالنسبة للناس اللي حابة تصوت او تشارك في اختيار العمل الدرامي المسلسل، وزي ما قلنا ممثلين دور أول دور تاني مخرجين، كل الجوائز هتكون موجودة من خلال التصويت، تصويت الجماهير، فممكن يشاركوا من خلال الموقع اللي موجود على الشاشة الموقع دلوقتي. هو starscrappers.com. وطب أنت مين بالنسبة لك أفضل مخرج السنة دي؟ أفضل مخرج، والله الحقيقة محتار في موضوع المخرجين ده، لأنه بصراحة أنا شايف فيه إبداع وتألق من كتير من المخرجين. بالنسبة لك أنت إيه؟ أنا مثلا محمد سامي، محمد شاكر خضير، ممكن شاكر خضير أو تحت الوصاية. أنا برضو أتفق معاكي في ده. طب وممثل صاعد أو ممثلة صاعدة؟ كان في نجوم كتير قوي تألقوا بالنسبة للوجوه الصاعدة، ويمكن أعتقد أن رحمة أحمد عملت دور لطيف يعني. جدا رحمة كانت لطيفة قوي قوي السنة دي. أنا عجبني من نفس المسلسل مصطفى غريب اللي هو ابنه. جميل قوي، عارف يعمل دور الابن في نفس الوقت بجسم كبير. طيب على كل دي كانت يعني توقعاتنا ورغباتنا احنا كمان، ما احنا برضو بنشارك في التصويت في انتظار ندخل نصوت على فكرة، احنا كمان ندخل نشارك يعني، احنا طبعا في انتظار مشاركتكم على سؤال الحلقة وكمان مشاركتكم في التصويت لاختيار أفضل مسلسل وأفضل ممثل وممثلة خلال الموسم الدرامي اللي فات. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.